صلاح، عايز اعرف رايك لو يعني نبتدي المباراه اللي فاتت، اسباب تعادل نادي الزمالك في مباراه فيوتشر، هل انت كنت متوقع؟ طبعا كنت متوقع، طبعا في لعيبه بذلت مجهود كبير جدا، طبعا ذهني وبدني ومعنوي وكل حاجه. طبعا كل الفرق الكبيره بتبقى بعد البطولات، بعد المجهود بتبقى مشكله، اللي انت عندك ممكن بعد كده بالماتش اللي بعده ممكن يبقى فيه شويه تراخي او بيبقى فيه عدم توفيق في الماتشات اللي بعد البطوله. كلنا طبعا كنا خايفين جدا، بس الحمد لله اللي احنا كمان يعني قدرنا، ما فيش خساره. والزمالك ادى، بس كان في بعض اللعيبه واضح عليها جدا الاجهاد، واضح عليها جدا ان في ارهاق جدا كبير عليهم في الملعب. فان شاء الله الحمد لله اللي احنا طلعنا ببونت، اللي احنا ما خسرناش الماتش دوت، لان انا كنت خايف جدا بعد البطوله وبعد المجهود اللي احنا عملناه ان في دروب للزمالك. كنا عايزين احنا صراحه يعني نكسر القافه او قافه اللاعبين المصري بتاعي، كنت عارف اكيد وخدت اكيد بطولات مع الزمالك في موسم 14 15 وبرده كان بيحصل نفس الدروبات بعد المباريات. اكيد طبعا بتبقى اهم مراحل اللعيب او الفرقه بعد ما تاخد بطوله، لان لازم تعرف تفصل. طبعا لازم تبقى فيه جديه، لازم تفصل خلاص، انبسطت خدت البطوله فرحت خلاص تفصل، عندك ماتشات مهمه جدا تاني لازم تهتم بيها، لازم يبقى فيه جديه تاني، لازم يبقى فيه اهتمام تاني. الحياه ما انتهتش اللي انت خدت البطوله، لا انت عندك لازم تكمل، لازم تكمل مسيرتك، لازم تكمل التفوق بتاعك، فده للعيب اللي لازم يوصل. لكن احنا اللعيبه المصريه اغلبيتها بتبقى لما تاخد بطوله خلاص بيتركت شويه او بتبقى القصة برضو مفيش انها ممكن اهتمام في شويه. وقت صعب شوية صالح، نعم القصة برضو انها جت بعد وقت بالظبط. صعب انت طبعا بتمر انا بيه. بقول لك في لعيبه واضح عليها جدا الارهاق في الملعب، كان حوالي خمس ست لعيبه كان يعني باين عليهم جدا مرهقين جدا، باين عليهم التعب. كان في برضه الوقت كان قليل جدا، ما كان ما فيش بعد ما خدت البطوله كم ماتش كم يوم بتلعب تاني ماتش في الدوري، فكان برضه في ضغط شويه عليهم، فربنا يهدي اتحاد الكوره علينا يعني وعلى الزمالك يعني. ان شاء الله باذن الله. طيب